تمانية تسعة عشرة أواه أنا يا وقيلة ندخل الدار. خلاص على خاطش قررنا أنا وخواتاتي نعملوا اجتماع على خاطش المعيشة مع زكية أبدا أبدا. واش بكم تعيطوا؟ وانتي واش دخلك؟ هاي بقاو على خير. ادخلي للدار وارتاحي. شتو سلمى مسكينة؟ واش هادي مازال ما خرجتش وراكم تقطعوا فيا يا خي يا خي. لا مهدي بابا أنا مع زكية. ما عرفت مع زكية. اسمح لنا يا دكتور. اهلا بس الخير. انتم اهل المريضه اللي جابها صديقي محفوظ. نعم نعم يا دكتور. شفتها؟ شفتها. وحنا نقدروا نشوفوها؟ لا من الاحسن انكم تخليوها هي مات هنايا. ماشي خير لو كانت تعطينا الدواء ونديوها معنا. ربي عتعرفي خير من الاطباء. نخليوها احسن مادا بيا نشوف زوجها ونتكلم معها. هو ويمه اللي وصلوها لهذه الحاله. الله غالب ما تفهموش، هرب عليها وخليها مع بناتها. الله يهديه. هيا هيا يا ربي عنخليو دكتور. معليش ارجعوا منا على يمات ان شاء الله تكون خير. بارك الله فيك. الله يسويت سعد الولد اللي هبلت عليه مليكه. اسمح لي سي رضا غلطت باش نبعت لك تصويره تاع هند، بعث لك تصويره تاع بنت اخرى بصح كتبتي فيها النيميرو تليفون تاعي. اي غلط. واش تحبي كاش لي ما يغلطش؟ صح شوف فيلم تاعك. ما خصكم؟ صحيح. لا صحيح. غريب هاد الفتاة شفتها لكن فين؟ الخلق يتشابه والعاصمة صبحت شبه قرية صغيرة الكل يتعارفوا. حتى أنا في الحي اللي نسكن فيه ما كاش اللي ما يعرفنيش من البعيد ولا من القريب. أنا جبلي ربي شفتك بصح ما على باليش وين. بالنسبة لي هذه أول مرة، فرصة سعيدة. هند نسيت صورة في المكتب، ما عندكش وحدة في الصك؟ شوفي شوفي. نحوس ما جبتش، خسارة. الأصل أحسن من الصورة. نحتفظ برقم التليفون ثم نتبادل العناوين. نرجع صورة الفتاة المجهولة للسيدة زوينة، لكن بشرط قبل ما نسافر للخارج توعديني بصورة. موافقة؟ اوكي. يا ربي وش بيا؟ يا ربي وش بيا؟ علاش ما نقدرش نوض؟ يا ربي واش بيا؟ علاش ما نقدرش نوض؟ عاوة جميلة راكي كبرتيها مع مانك صفية. خالو كذبت؟ لا بصح بصح انا قلبي راه مخبرني باللي باباك راهو راضي بزكية. ما تخافيش خالتو، من غدوة نحبس الدراسة ونقعد معاهم في الدار نكرها لهم العيشة ديالهم. لا 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 غير الدراسة اللي ما تحبسيهاش. يا ريتني نعرف واش راه يدور في مخ زكية وماني صافية. مالك الله يهديها، لو كان تشرب الدواء نتاعها ماشي ترتاح وتريحنا معاها. لما نقول واش نقول لك؟ مبروك عليك. وشنو مبروك برك؟ راني تاكل عليك تعاونيني. شوفي اللي حبيتيها نشريها لك والحلوى من عندي. شحال من حبه حبيتي؟ ما نسحقش الحلوى، انا نعطيهم لي دراهم يخمزلهم يبعثوا لك في الدوفيز.
ما يكون لا خاطرك. بصح عند اختي شوفي نطلب منك حاجه وحده برك. اه يا لو كان يعرف واش كي توجدي له ليه وليماه. جا تخفيفة ما دوك نختارو. هذاك صح. عليكم. صح. هند شوفي علي راه جا ممكن تقولي له حاجه ما تزيدش تشوفي وجهي فهمتي؟ على بالي ما نقول والو لعلي. علي مرحبا بك. علاش ما سنيتونيش؟ تفضل تحاسبك. طولت حتى طلبنا الفاكهه وقريب رحنا. اني شوف سمعت كل شيء مبروك. الله يبارك فيك. هكذا نولوا عائله واحده. وشنو خبراتك زكيه؟ اسمحوا لي سخنت معلش نحل الفيستا. صحه شيخي رضا كما يقولون خويا وليد عمي وراجل مليح لكن يماه هي كل شيء هي اللي تصرف وهي اللي تعمر وانا نقول سمعا وطاعه. ما تعرفينيش؟ نعرفك شاطره ونص. المسكينه نهار اللي تدخلي للدار تمسح فمها. وزيد ذكيه اختي ريحة تعطيني الدراهم باش كي نروح الخارج نكري دار باسمي. غير يعملها لك واغط تشاوري دار. صح انت راكم غالطين. انا رضا حكى لي كلش وقال لي بلي يماه هي اللي كانت سبب في طلاقو الاول وهاد المره ما يخليهاش تخرب بيتو. اذا عملتني كيما بنتها حتى انا نديرها كيما يما. ولا ما كانش هذاك هو الحال هي في حدها وانا في حدي. وانتوما على حسب ما قالت لي زكيه مالكه راهي في بليده مع قوليها مع المهابل. زكية ما تديريش عليها أنت. واش راكو رايحين نديرو؟ يما خبرت الناس كامل خاص غير الراديو باش العالم كامل يسمع بناتو راهم قابلين. وسي علي يستنى في الجدر من تاع فريدة باش ترضى بيا. بركات أنا اللي فيا يكفيني. جبلي ربي نروح ونخليكم. قعدي هين وين راكي رايحة؟ روح قعدي. اه مبروك. بارك فيك. ورام ابنتي راي فريدة اكرام جميله سالمه. سامحني بابا. تياكي مريضة؟ بزاف. ما بالك كنتي صغيرة غير تمرضي تخافي تموتي. حتى لدرك مازالي نخاف. بابا اليوم عندي امتحان صعيب بزاف وأني خايفة. شفتي تجوزي الامتحان تخسري وأنا غضبان عليك. غير سامح. حبيبة واش راك تشوف؟ صورة لي مرات قادر شابة وماني صافية ماهيش ناوية تزوجك مع زكية. قتلكم ونعاود لكم ما زيدوش تدخلوا روحكم في حياتي الخاصة. Thank you.
راني سمعت واش قلت لبنتك. شوف قلت حاجة فيدي، كن شاطر وقفز على روحك باش زكية ما تروحش من يديك. واش يما توحشتي طعيمة ولا واش؟ ان شاء الله ان شاء الله نفرح بوليدي ان شاء الله. شوف هي نقعدوا نتكلموا على العرس. ايه سمعتوا سمعتوا وش كاين؟ وش كاين؟ باباهم خلاص تزوج. ايه على بالنا. هاي بعد انت يا الجيران كامل عن بالهم. واش ما على بالكمش زكية ما تحملهمش. قالت لصفية ديهم يعيشوا معاك. صفية رفضت وبعدتهم عند خالتهم ربيعة. سكتوا سكتوا هم جاو. سمعي حكوا تلعبوا مبروك ما عملتو. سمعي انتي تسكتي ولا زعبي كان خرجوا فيك. سكتي سامية لا خلي سلمى تحكي لنا وش صار. واش لبست زكية العروسة ديالكم؟ كيفاش جاز العرس؟ شكون راح جاب زكية؟ راح تماني صفية وبابا وهذيك الوقابة تاع فيفي. وبعد العشاء فريدة ما تعشاش. هاي تعمل في الرجال. يقولوا بلي زكية شرطت باش ما تعيشوش معاها. والجيران سمعوا مالك صافية وخالتك ربيعة يدوسوا. معلوم طاطا ربيعة جابها النيف على اختها. وخالك واش دار؟ خاليه هو اللي زاد فراها. حنا نقعدوا شهر عند ماني صافية وشهر عند خالتي ربيعة. وصبيحة مسكينة اختي تقعد عند طاطا فاطمة حتى تبرى ماما. يما قالت له كان غير سمحوا صبيحة لفاطمة. يماك مهبولة قولها تسمح في اخوك تشوفي. وشنو كي تبرى ماما والامور ترجع كيما بكري. يماكم يماكم ما تبراش. وباباكم زكية داتو ومسحتي طفمكم. جيتوا لي هاكم خلاص كان خلاص. فريدة عندها الحق لو كان غلقنا فمنا وما حكيناش سرنا ما يضحكوش علينا الناس. زكية تعمل فينا واش تحب وحتى وحده فينا ما تتحرك. ايه وراش طارتك يا القفزه؟ لو كان غيقت فريده شوفوا واش نعمل فيها. الصغار يتكلموا والكبار يتفرجوا. اكرام سكتي لو كنت سمعك فريده توري لك. ما عليش فيها تسمع كيما تحب. هكذا نهضروا على اختنا الكبيره. متو يا شطرات كان كانت تحرش فينا باش ندوسو مع زكية. ايه علاش ما نتحرموش فيها ونطردوها من دارنا؟ سلمى تجبدها من شعر انا نعطيها بكوت بي جميلة تعمل عليها الماء وانتي تغلق عليها الباب. القباحة هادي من جبتيها؟ لو كانت شطاري في المسيد ماشي خير. انا حبيت نحن ماما. خلاص دركا فات الوقت دابا نتزوج بيها ويما انا راهي في المستشفى لازم علينا نتقبلوا المكتوب ونتحطوا راسنا في قرايتنا حتى نجيبوا الشهادات العليا. هكذا نوريو لزكية وماني صافية الشاطرات تاع بنات المهبولة واش عرفوا ديروا. اتفقنا؟ هيا قراي دركا. كي يكبر ها واش ندير؟ هادي لا سوداس اها طيارة طيارة ان شاء الله. خير علي كل خير. شلي بوبا هادوك الله يخليك جيب لي زوج ولا ثلاثة من هادوك. هذاك شابين علي شابين
لا لا ماشي هذا كوبية. لا 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 اعطيني نشوف القراءة تاع الفيبرا. صغار ايه وحده كبيره وحده صغيره نشوف القراءة الكبار ولا الصغار؟ ايه هادو صغار. اعطيني نشوف موديل كبير. كاين كلش كل خير كاين كلش. مما لي ساكادو اللي تعلقوا تاع صغار علي كنتي هذا واش نديرو به؟ نحطو في البنك تاع رفيق. رفيق تجي سطيتي له الاسم ان شاء الله. ندوه ولا ما ندوه؟ يعطيك الصحة خويا. نعاودو نرجعو ان شاء الله. مرحبا بكم. ما لديش ولا ما لديش؟ ديه راني برا. فريدة على مجد فريدة كيعرفتها راهي دير تطلع باش تعقب هذيك اللي قزانه هاي اللي الكامل ما تقعدش وقلبها راهو معاك غير تخمم عليك عم بالك كي ما جاتش. ماما شوفي قهوة. نودي خليني نقعد. هي بعد خليها انا نقعد. نودي انا نودي خليني نقعد. ايه بركه من العياط. ساعه قعدي انت ساعه تقعد هي. جيتوا باش تدرسوا؟ ماما على بالك جست وي كرم. سقسي هاي لا جست سقسيها. وشنو وشنو جست؟ جبت 10 فاصل و10. واش كاين 10 قريب ماشي المعدل. هذيك فريده مخيناش كاع نشوفوا التلفزيون دخلها علينا غير بالقرايه. خالتو عطي ماما قهوة. ماما على بالك طاطا فيفي وطاطا مريم كانوا يضربوا يتنشفوا مش عارف. ها القط عطي لهم خلتو. تاكلي هذا ولا هذا؟ ماما انا درت القاطو. كولي كولي. وشنو انت؟ انا قاعد عاونتك. وشنو وشنو انت جبتي لي غير السكر؟ اي شكون تحس؟ السكر جيتو تشوفوا ماما انتوما. حلوة القهوة. ذوقي طراش. وبابا ما سقسيناش عليه. ماني صافية ما توحشتيهاش. ماما صاحبتنا سميرة راحت سافرت باسكو بابا عبرت الخدمة. شفتي سميتها خالتو؟ هاك زيدي. توحشناك ماما. تاش تجي على بالك طيبت لهم بطاطا كيما تحبيها انتيا. وديك البطاطا اسني تشوفي كي نوصلوا الدار تشوفي واش ندير فيك. سكتوا ما تزيدولهاش همنا. او منير على ما جبتوش معاك؟ مليك اختي يا اخي قلت لك وعاودت لك ما نزيدوش نهضروا على منير. ها Thank you.
شتي واش داني نقول هذه الكلمه واش داني خلاص خالتي ربيعه قولها بلي ما عندناش منير عندنا صبيحه شش خلاص اسكتوا مليكه مليكه واش بك قلقتي حكيتي الدخله يا ربي فرج عليها يا ربي جوزي لا صافيه وشوفي دارك تكسي يا تكسح يا شاطره وليدي وليدي رايح يعيش في هذا السي في هذا الحطه وفي هذا الزين الله يسلمك الله يخليك ليا يا صفية انت اللي وصلتيني لهذه الحطه بصح لحم فيه العظم واش كاين علي لا لا علي بوه علي قريب يولي كل خاتم في صبعي وشنو البنات هي في الحق نفهمهم ونعذرهم كش واحد يحب مرت البابات انا نحبهم ونعزهم بصح هما يكرهوني يكرهوني لا صفية يكرهوك استني اكرم سلمى ايه ولي شوفوا في زوج تروحوا عند خالتكم ربيعة تقولوا لها باللي كل البنات يجوا لهنا يشوفوا باباهم ويطلبوا منه السماح فهمتوا وإلا ما كاش تبدوا حوايجكم وتلحقوهم عند خالتكم فهمتوا مليح هيا روح دروغ وانا نعرف واش نعمل خلاص يعطيك الصحة لا صفية لا صفية شوفي جاتني واحد الفكرة خير ان شاء الله قولي انا وعلي وعلي راه قابلة شوفي مادام مليكة المسكينة راهي رايحة تعيش في السبيطار طول حياتها خممنا انا وعلي باش انتي تدي البنات يعيشوا عندك وانا وهو نبيعوا هاد الدار ونشرو دار واحدة اخرى نعيشوا فيها ونبعدوا على ريحة مليكة كامل واش قلتي؟ ايه فكرة مليحة بصح لازمني نخمم مليحة بزاف بزاف هي نقعدو دي هذه سنين هذه أول مرة أطلب منك تجي عندي لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية معليش وش ناوي تعمل أنا حتى شيء فيما يخصوش حياتك الزوجية خصوص كآب ليك تبارك ربي الله يبارك أنا لو كان ماشي على خاطر الولد كنت ما نعاود الزواج وهذا ما يأثر لا على مالكة ولا على بلادها راك متحقق من هذا؟ مالكة راهي في المستشفى كي سمعت بلي ما روحش تطلع عليها قلت ولا ربما ما على بالكش سي محمد أنا نحترمك مالكة كي تخرج زكية أكدت لي بلي ما تكون حتى علاقة بينها وبين مالكة ومالكة تبقى مع بناتها في بيتها كما بكري زكية في هذا الوقت هي مولة البيت ومالكة كي تخرج وين تروح تعرف يا سي محمد زكية ويما يتفاهموا تقول بنت مع أمها وعلى هذا راح نسكنوا مع بعض راك معول تهرب من الدار معلوم نعيش مع زوجتي خلينا من اختي وبناتك كي تروح
شكون يقعد معاهم؟ نوعدك يا سي محمد باللي كل يوم نزورهم ونعطي لهم درهم وما يخصهم حتى شي، وساعة على ساعة يجوا لعندي إذا حبوا. شوف زكية تحبهم يا سي محمد، تحبهم. لو كان ماشي الله يسمح لا خاطر ربي عالي تحرشهم يرجعوا البنات يحبوا زكية. وانت وش راه محيرك يا سي محمد؟ سبحان الله. هيا لعبي بعقل ما مشي جرو معايا. قلي تريشي فك ما تدوسو ما دخلش تحكي فينا. سكتي ما تواجبيش. نواجب هذا زعما كي بعدكم تخملوا راكم تلعبوا. هيا نوضوا بلا قل علينا مازال باش تخملوا هذا منظنا. وهادي واش راهي دير هنا؟ جات تعاوننا. نوضوا كنتو ما كي هي. يلا خفوا عاونوني البارح جيت نعاونهم اليوم. نوضوا خفوا طبقوا عليا. يلا ها بون صار هكذا حنا كي صغار تحقرينا وجميله تغلبك. خرجي خرجي عليا. وانت يا لالا يا اخي على بالك بلي ما نحبش كي تقراي هنا في الصالون. روحي بعديني غدوه عندي امتحانات. امتحانات ماشي امتحانات ماشي مشكله تاعي. ديبلوم تاعي راح تديه ماشي انا. يلا خفي طبقي عليا. كي يخلص الامتحانات تشوفي. زكية عرفت بلي هذه المره مالك طول باش تخرج. اسمح لي عندي شغل لازم نروح. اقعد مازال عندي كلام معك. خير ان شاء الله. وصبيحة سمحت فيها؟ انا ابدا. شوف زكية حبت تديها وتربيها كي بنتها. وشنو زكية ما عندهاش الوقت وما صابتش مرة اللي ساعدها في الشغل. واذا حب ربي اذا حب ربي زكية شاطرة في كل شيء ذاتك وملكت عقلك. سي محمد زكية زوجتي ومليكة. زوجتك واختي عاودت الزواج هذا شغلك. لكن نوقف لك كي العظم لو كانت تحاول تظلم ملكة وبناتها. سي محمد ما نسمح لكش. ما عجبكش كلامي نزيد لك البارتمان الملكة وبناتها وانت رفد خليقتك ومشي. انت تحوزني من دار بابا كما قالت زكية ويما. اذا ما عجبكش الحال ترفد ملكة وزيد بناتها اذا ما رضاوش بزكية. ندي ملكة وبناتها ها؟ الله العظيم لو كان ما كانوش عزاز عليا وكي بناتي كنت نرفد ملكة ونرميهم لك. وتشوف ذاك الوقت البنت كي تكبر كي الحشيشه البرهوشه واش تعمل فيك؟ طاطا زكية كاين وحدة يتحوس عليك باقيلة حبيبتك غاولي. شكون هادي تاني؟ نسلي الباطا تاعي. خربيه كان حتى واحد عند الباب. ياك يجيبكم الليل وتسيبوني هنا. يلا كملتوا ولا مازال؟ خلاص مالك كملنا واش نديروا؟ هيا هيا غادوا غادوا روحوا خملوا البيت ليك غادوا.
ايه عندك مده ما زرتيناش. ما عنديش الوقت هاد الايامات، راني شويه مشغوله. واش رايك انت صافيه؟ راهي تسلم عليك. ما راهيش تجي على خاطر راهي حابه تبيع القديم وتشري الجديد. تبيع قشها؟ علي طلب مني ومنها باش نبيعوا كلش، وهكذا في الدار الجديده يكون غير الشيء الجديد، على خاطر ماهوش حاب يتفكر الماضي نتاعو مع مرتو المهبوله. مسكين. السي علي كان يحب القش القديم بزاف. شوف انا ماذا بيا لو كان نتوما تستكلفوا بالبيعه، واش قلت؟ ما كاينش مشكل، تجيبيه وحنا نبيعوه لك. ولو كان نعمل لك قيمه نتاع القش وانت تشوف مع هاد الناس اللي عندهم حوانت كيما نتوما، واش قلت؟ تقدري تتصلي بالمعلم؟ ايه وهو يفهمك. ولا اتصلي به؟ ها لا 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 لا، شوف انا نتصل بكم، بصح نسيت حاجه. لا صفيه وعلي ما يحبوا حتى واحد يسمع. ما يكون لا خبر. صح صح اخويا، الله يعاونك. ها مرضي بصح. سلامة. كيما قصيتك؟ ما كانش مشكل. توحش ماما. وهذا ما زلتوا ما كملتوا شغلكم، قعدتوا تقصروا. ها يلا يلا، قولوا باش تكملوا الباقي. يلا